بسم الله الرحمن الرحيم. خدت بنتي وديتها المستوصف حق القصادي بمثلث تنوم، وهي بخير معافاة، بس تكحكحها بسيطة. ودخلنا على الطبيب هذا وقام وضربها إبرة في كفها اليسرى، لا سوى لها اختبار، لا سوى لها أخذوا قياس الضغط، لا أخذوا قياس الحساسية، لا أخذوا شيء، إلا ضربها الإبرة في كفها، وأخذت شطرا من الإبرة. وبعد ما أخذت شطرا من الإبرة داخت وطاحت وفاضت نفسها على يدي، ميتة. وجاء الطبيب قال له باش مال يمين، ما في فايدة. ربنا للهلال، حتى الهلال ما عندهم هلال يقلها. كلمنا الهلال وجانا قالها للمستشفى، مستشفى تنومه. بعد كم ساعة؟ عصر. والكلام كم جلست ساعة مرمية؟ قعدت في خاطري نص ساعة مرمية في الأرض. ولا ساعة؟ إلا نص ساعة مرمية في الأرض. وجاء الهلال ونقلها للمستشفى، مستشفى تنومه، المستشفى الحكومي. وجاءوا الأطباء وحاولوا ينعشونها، وحاول تدخل عليهم، قالوا لا أنت أوقف برا ونعطيك حل الكلام. وحاولوا ينعشونها، رجع آخر شيء استدعوني وقالوا يخلف الله عليك بخير، بنتك متوفية من يوم أنها في المستوصف. لا حول ولا قوة حق القصادي، بنتك متوفية، لا إله إلا الله، وهي الوحيدة معي ترعيبي، هي الوحيدة معي، ما معي إلا الله سبحانه، ولا هي ترعيبي. ها، وأنا رجل كبير في السن، عمري قارب 70، ولا لي حد يرعاني، وحالتي حالة، وأنا مدهور، ما معي إلا الله سبحانه، ولا هي. وعندها اثنين أطفال، واحد منهم يدرس الثانية ابتدائي، والصغير باقي صغير ما يفصح الكلام، ولا حد يعولهم ولا حد يدور عليهم. وأفلحت أمهم اللي كانت تحن عليهم.